علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح في باب الطلاق: وفي منعه أي الطلاق في الحيض متعلق بمنعه، وهذا خبر مقدم، وقوله خلاف مبتدأ مؤخر، أي وهل منعه في الحيض لتطويل العدة عليها، لأن أول العدة أول الطهر، وجميع أيام الحيض الذي طلق فيه لغو لم تحسب من العدة ولا هي فيها زوجة، فالمنع معلل بالتطويل. أيوه، بدأ يتكلم على مسألة منع الطلاق في الحيض. منع الطلاق في الحيض اتفقوا على أنه منهي عنه، طلاق في الحيض اتفقوا على أنه منهي عنه وأنه حرام لا يجوز، لكن اختلف علماء المالكية في هل هو معلل وإلا هو لحق الله تعالى. هل منع الطلاق في الحيض معلل بسبب تطويل العدة على المرأة؟ لأن عندما تطلق في الحيض معنى باقي أيام الحيض هذه لا تحسب من عدتها، فهي معلقة، لا هي ذات زوج ولا هي معتدة، فهل هذا هو السبب في المنع؟ لأن فيه تطويل في المرأة في العدة وهو ضرر بها، أو أن المنع ليس معللا وإنما هو لحق الله تعالى؟ نعم. قال: واستدل من تمسك بهذا القول بأمرين ذكرهما في المدونة أشار لهما المصنف بقوله: لأن فيها جواز طلاق الحامل في الحيض، ولأن فيها أيضا جواز طلاق غير المدخول بها فيه أي في الحيض، إذ لا تطويل عليهما، لأن عدة الأولى بالوضع والثانية لا عدة عليها. القول الأول يقول إن منع الطلاق في الحيض هو معلل بتطويل العدة على المرأة وهو ضرر بها، واستشهد على ذلك بأمرين: الأول جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول، وذلك لأن المرأة قبل الدخول لا عدة عليها، فمعناه ما دام ما فيش عدة عليها جوزوا طلاقها قبل الدخول. هذا يدل على أن المنع يعني هو بسبب تطويل العدة، ما دام ما فيش عدة معناها طلاق غير ممنوع في الحيض. واستشهدوا على ذلك أيضا بشاهد آخر، وهو جواز طلاق المرأة الحامل، يعني الحامل يجوز تطليقها لأن تطليقها عدتها بوضع حملها. فإيش قالوا؟ قال: أي إذ لا تطويل عليهما، لأن عدة الأولى بالوضع والثانية لا عدة عليها. أيوه، ولأن الحامل يعني يجوز تطليقها لأن عدتها بوضع حملها، لا يسبب الطلاق تطويل عليها في العدة. فهذا استشهد به الذين يقولون إن منع الطلاق في الحيض هو سببه تطويل العدة، وهو جواز تطليق قبل الدخول في الحيض وجواز تطليق الحامل. أيوة. نعم. قال:
أو منعه في الحيض ليس بمعلل بل لكونه تعبدا، واستدل له بثلاثة أدلة. أشار لأولها بقوله لمنع طلاق الخلع في الحيض مع أنه جاء من جهتها. القول الآخر يقول منع الطلاق في الحيض ليس معللا بتطويل العدة، وإنما هو ممنوع تعبدا لحق الله تعالى، بدليل أنه لا يجوز تطليقها، لا يجوز تطليقها خلعا، والخلع هو يأتي برغبة المرأة، ولو كان العلة فيه هو الضرر بالمرأة وتطويل العدة عليها ما كان يجوز بناء على طلبها. فما دام يعني هو يعني ممنوع حتى بناء على طلبه، ممنوع أن تطلق المرأة في الحيض ولو خلعا، هذا يدل على أن المنع هو لحق الله، لأنها هي رضيت ليس عليها ضرر، ومع ذلك هو ممنوع، فمنعه إذن هو لحق الله وليس من أجل تطويل أو الضرر بالمرأة. وكذلك أيوة قال ولثانيها بقوله ولأجل عدم الجواز فيه وإن رضيت بالطلاق فيه ولو كان للتطويل لجاز إذا رضيت. وكذلك هذا شاهد آخر على أنه غير معلل بالتطويل، وإنما هو لحق الله، بدليل أنه ممنوع الطلاق بالحيض، ممنوع حتى ولو رضيت هي، حتى لو قال له طلقني في الحيض فإن حق الله لا يسقط ويكون أيضا ممنوع مع أنها رضيت. فهذا يدل على أن ليس العلة هو تطويل العدة عليها. قال ولثالثها بقوله وجبره على الرجعة وإن لم تقم بحقها ولو كان للتطويل لم يجبر إذا لم تقم عليه. الأمر التالي يشهد على أن منع الطلاق الحيض مهوش معلل وإنما هو لحق الله، هو جبره على ترجيعها، يجبر على أن يرجعها حتى ولو هي لم تطلب الترجيع، يجبر على الترجيع لحق الله. ولو كان هو العلة فيه هو تطويل العدة عليها فإنه إذا رضيت لا يجبر على الترجيع، لكنه يجبر حتى ولو لم تطلبه فيه. نعم. قال خلاف راجع لقوله لتطويل العدة ولكونه تعبدا. هو خلاف هل هو معلل بتطويل العدة وإلا هو لحق الله، في المسألة خلاف، لكن هو من حيث الجملة من حيث الحكم هو متفق على تحريمه، وكونه معلل ولا تعبدا لا يختلف الأمر، لأن كل أحكام هي فيها جانب تعبدي وجانب معلل وجانب حكمة، يعني كل حكم الأحكام لا يخلو، من حيث أنه امتثال لأمر الله ورسوله فهذا جانب تعبدي، ومن حيث أن نلتمس له حكمة معقولة حيث يكون الحكم مبني عليها فهذا جانب يعني تعليلي، وليس هناك مانع في الأحكام أن يجتمع فيها جانب التعبد والتعليل. نعم، يعني هو شيخ ما فيش ثمرة بين الخلاف بيناتهم يعني؟ لا ما فيش ثمرة، الحكم هو الحكم هو ما فيش ثمرة، ولو قيل إن الحكم فيه جانب تعبد وجانب تعليلي لكان أصوب، يعني ما فيش لزوم أن يكون هناك حتى خلاف، لأن الخلاف لا فائدة من ورائه. نعم. قال وصدقت إذا ادعت أنها حائض وقت الطلاق وادعى طهرها وترافعا وهي حائض فلا تكلف بإدخال خرقة في فرجها وينظرها النساء، وهذا هو المعتمد. إذا اختلف الرجل والمرأة هل هي طلق، هل طلاق وكان وهي حائض وإلا وهي طاهر، وإلا يعني المرأة قالت إنها حائض والرجل قال إنها طاهر، فالقول للمرأة تصدق المرأة في ذلك لأنها مؤتمنة على
حالها وعلى أمرها، وهذا لا يعلم إلا من جهتها، فهي مصدقة ومؤتمنة عليه، ولا يطلب منها على هذا القول ذهب لأول، لا يطلب منها أن تدخل خرقة وتخرجها للنساء بحيث تشهد بصدقها أو بعدم صدقها. قول لو ذهب لأنه لا يطلب منها ذلك، وهي تصدق ما دام قالت ذلك في وقت الحيض فإنها مصدقة. نعم. قال: ورجح ابن يونس والأولى التعبير بالاسم لأنه من الخلاف. قال: ورجح التعبير ولولا التعبير بالاسم، بدأ يقول ورجح، يقول والراجح، لأنه اختار من الخلاف ليس صادرا منه، لما يكون الترجيح صادر منه وإلا الاختيار صادر من اللخم يعبر بالفعل يقول واختار ورجح، ولما يكون الاختيار فيه خلاف الأصل الكلام فيه للعلماء وصار للخم اختيار من الكلام السابق، ولا صار كلام سابق فيه العلماء وصار فيه ترجيح من ابن يونس، يقول والراجح والمختار. نعم. قال: ورجح إدخال خرقة في فرجها وينظرها النساء بعد إخراجها منه، فإن رأينا بها أثر الدم صدقت وإلا فلا. هذا الذي رجحه ابن يونس، قال يعني لا تصدق هي هكذا على الإطلاق، بل تؤمر بإدخال الخرقة ويراها النساء، وبناء على ذلك يؤخذ بشهادة النساء في هذه الحال. نعم. قال: إلا أن يترافعا أي الزوجان للحاكم حال كون الزوجة طاهرا، فالقول قوله أي الزوج، فلا يجبر على الرجعة. هذا إذا كان الكلام السابق هو في الفتوى، يعني اختلفوا سألوا المفتي هكذا يفتي لهم أن المرأة مؤتمنة، وقول ابن يونس أن النساء تدخل الخرقة ويراها النساء، لكن إذا كان رفع أمرهما إلى القضاء وأن كانت المرأة وقت الرفع طاهر، إذا كانت طاهرا فإن القول للزوج في هذه الحالة أنها طلقت طاهرة. نعم. ولو رفع للحاكم وهي كانت حائض؟ لا يختلف الأمر، زي الأول مؤتمنة يعني. نعم. قال: وعجل وجوبا فسخ النكاح الفاسد الذي يفسخ قبل البناء وبعده كالخامسة والمتعة، وكذا الذي يفسخ قبل واطلع عليه قبل البناء في زمن الحيض، ولا يؤخر حتى تطهر، إذ التأخير أشد مفسدة. إذا كان النكاح فاسد مجمع على فساده قبل الدخول وبعده، مثل طلاق المرأة الخامسة ولا طلاق المتعة ولا طلاق المحرم، نكاح المحرم نكاح الخامسة ونكاح المحرم ونكاح المتعة، وكان يفسخ قبل الدخول ولو كان يثبت بعده، لكن طلع عليه قبل الدخول وهي حائض، فهل ينتظر للفسخ حتى تطهر المرأة؟ ويقال إنه لا يجوز، لأن الفسخ يعني هو بمنزلة الطلاق، الفسخ أنهم إذا كان في المتفق على فساده لا يعد طلاقا، وإذا كان في المختلف على فساده يعد طلاقا، فهل ينتظر بالفسخ لأنه إما طلاق وإما في حكم الطلاق حتى تطهر المرأة لأنه لا يجوز طلاقها في الحيض، أو لا ينتظر بذلك، بل يجب أن يعجل الفسخ ما دام النكاح فاسدا واطلع عليه وقت فساده، فيجب أن يعجل الفسخ. قال يجب أن يعجل الفسخ لأن البقاء على النكاح الفاسد حرام، وأشد مفسد البقاء عليه أشد مفسدة من الطلاق في الحيض، وذلك لا ينتظر طهرها بل يفسخ النكاح من حين أن يطلع عليه. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأرض.
قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وعجل الطلاق على المولي في الحيض إذا حل الأجل ولم يفئ بكتاب الله، وأجبر على الرجعة بالسنة. المولي إذا كان حلف الزوج على أن يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر هذا يسمى الإلاء، فإذا انقضت 4 أشهر ولم يفئ فيجب أن يعجل عليه الطلاق ولو كانت المرأة حائضا، وهذا بكتاب الله، ويؤمر برجعتها بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، لأن طلاق المولي هو طلاق رجعي، وهو من المسائل اللي طلاق الحاكم فيها طلاق الرجيع على خلاف القاعدة، كل طلاق يوقعه الحاكم والقاضي فهو بائن إلا طلاق المعسر بالنفقة وطلاق المولي. فإذا وجوب الطلاق عليه هو بكتاب الله، ووجوب الترجيع هو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر. نعم. قال: لا يعجل الفسخ في الحيض لعيب اطلع عليه أحد الزوجين في صاحبه كجنون، بل يؤخر حتى تطهر. يعني تقدمت إذن مسألتان: أنه ينبغي البت في الأمر ولا ينتظر فيه إلى الطهر، بت في أمر المرة وهي حائض، وهو فسخ النكاح الفاسد وهي حائض لا ينتظر به حتى تطهر، وكذلك يعجل الطلاق على المولي حتى ولو كانت حائضا ولا ينتظر بأمر المرأة حتى تطهر ويوقع الحاكم عليه الطلاق، بل يطلق عليه حتى ولو كانت حائضا. قال: لأن البقاء على استمرار على النكاح الفاسد وإلا في حالة الإلاء فيه ضرر أشد وأقبح من مسألة الطلاق والتفريق في الحيض. ثم قال: لكن لو كان الفراق والطلاق سيكون بسبب يعني عيب في أحد الزوجين، إذا كان الرجل به عيب والمرأة اختارت الفراق، هل يطلق؟ هل يعني يجبر الزوج على الطلاق والفراق حتى ولو كانت المرأة حائضا، ولا ينتظر بها حتى تطهر إذا كان بأحد الزوجين عيب؟ قال: لا يعجل الطلاق في الحيض في حالة وجود عيب في أحد الزوجين، والسبب في ذلك أن الانتظار فيه فائدة في هذه الحالة، فيه مصلحتان: مصلحة الانتظار لوقت الطهر، والمصلحة الأخرى لأن لعل واحد منهم يتنازل ويترك حقه فيصير النكاح يبقى ويستمر، لأن غير متعين الفسخ النكاح بسبب العيب في أحد الزوجين، ليس متعين الفسخ وليس هو بقاء على حرام، وإنما هو حق لأحدهما إذا أراد أن يقوم به له أن يقوم، وإذا تركه فالأمر جائز ومشروع، وذلك لا يعجل الطلاق في حال الحيض، لأن فيه جانب تعدي على حق الله وهو الطلاق في الحيض، وليس فيه ضرر، البقاء ليس فيه ضرر وليس فيه معصية. نعم. قال: لا يعجل الفسخ في الحيض لعيب ولا ما للولي فسخه وإبقاؤه كسيد في عبده وولي في محجوره، إذ هو في نفسه موقوف على الإجازة. وأيضا هذا يعني نكاح جائز مشروع، والإبقاء عليه ليس فيه إثم، يعني إذا كان العابد ناكح من غير إذن سيده وإلا المحجور
تزوج من غير إذن وليه صحيح وللولي أن يفسخ النكاح، أن يفسخ النكاح، ويجوز للسيد أن يفسخ النكاح، من حقه ذلك. لكن البقاء عليه هل هو إثم؟ البقاء عليه ليس إثم، لأن من حقه أن يفسخه في أي وقت، اليوم ولا غدا ولا بعد أسبوع ولا بعد شهر، وليس بقاء على معصية. ولذلك ما يعجلش بالفسخ في حالة الحيض، بل ينتظر بالمرأة إذا أراد أن يفسخ النكاح ينتظر بالمرأة حتى تطهر. قال أو لعسره بالنفقة إذا حل أجل التلوم فلا يطلق عليه في الحيض ولا في النفاس بل حتى تطهر. وكذلك لو كان الرجل معسر بالنفقة ما عنداش يعني ما ينفق على زوجته وانتهى أجل التلوم يعني التأجيل، أجل له القاضي مرة واثنين وثلاثة وقال عندك عذر، شو اللي معناك من نفقة كذا، لم يبدأ عذر وعجز، عجزه القاضي. وإذا عجزه يعني من حق المرأة أن تطلب الطلاق ويطلق القاضي عليه، وهذا أيضا كما قلنا هو طلاق رجعي. وفي هذه الحالة هل يطلق عليه حتى ولو كانت المرأة حائضا ولا ينتظر طهر المرأة؟ قال ينتظر طهر المرأة، لا يطلق عليه في حالة الإعسار بالنفقة والمرأة حائض، بل ينتظر بها حتى تطهر، فيعني يطلق عليه. ثم بعد ذلك إذا يعني استأنف النفقة وصار قادم على ذلك من حقه أن يرجعها في العدة. نعم. قال كاللعان بقذف أو نفي حمل فلا يتلاعنان في الحيض. وكذلك لو كان الزوج أراد أن يلاعن امرأته بأحد من أمرين، إما بنفي حملها يشهد شهادة اللعان 4 مرات أن هذا الحمل ليس منه، ويشهد شهادة اللعان أنه يعني راها تزني أو يثبت عليها الزنا. في هذه الحالة لو كان هو أراد أن يلاعن والمرأة حائض هل ينتظر بها حتى تطهر بحيث يقع اللعان في الطهر، ولا يجوز له أن يعجل ما دام أراد اللعان ويلاعنها وهي حائض؟ قال لا يلاعنها وهي حائض، لأن تأجيل الطهر لا ضرر فيه، فلا يجوز له أن يلاعن وقت، لأن اللعان هو فراق، فراق يعني مؤبد ليس فيه ترجيع، فلا يجوز له أن يوقعه في وقت الحيض، بل ينتظر بالمرأة حتى تطهر ويلاعن. نعم. قال ونجزت أي عجلت الثلاث في قوله لها أنت طالق. قال ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه كأسمجه وأقذره وأنتنه وأكثره مدخولا بها أم لا؟ بدأ يبين في مدلولات ألفاظ الطلاق، ما اللفظ الذي يوجب الثلاث وما اللفظ الذي يوجب الواحدة والبينة الكبرى والبينة الصغرى، فذكر أمثلة لذلك. فلو قال الرجل لزوجته أنت طالق شر الطلاق وأنتنه وأقبحه، ويعني ذكر فيه من أوصاف القبيحة ما ذكر، قال هذه ألفاظ كلها ينجز فيها الطلاق الثلاث، لأنه أراد أن يبلغ به أقصى أفسد ما يكون وأقصى ما يكون بقوله شر الطلاق وأنتني، فيحمل قوله أنت طالق على الثلاث وتكون بينونة كبرى. قال ونجزت الثلاث أيضا في قوله لها أنت طالق ثلاثا للسنة، لأنه بمنزلة أنت طالق في كل طهر مرة. هذه يعني أيضا صيغة أخرى يلزم فيها الثلاث، قال أنت طالق ثلاثا للسنة، ما دام ذكر لفظ لفظ الطلاق فالعدد نص في معناه، ما يحتملش غيره، ما يكونش يحمل الثلاث على
اثنين ولا على واحدة، لأنه صرح بالثلاث. وقوله للسنة بعد ذلك هذا لا يعني أنها طلقة واحدة، وإنما هو يكون بمنزلة ما إذا قال أنت طالق في كل طهر مرة ثلاث مرات، لأن لفظ الثلاث كما قلنا هو صريح في العدد فيحمل على أنه ثلاث، وقوله للسنة يحمل كأنه قال لها أنت في كل طهر طالق مرة إلى أن تنتهي إلى الثلاث. نعم. قال وهذا إن دخل بها وإلا فواحدة، ضعيف المعتمد الثلاث أيضا. إذا قال الزوج للمرأة أنت طالق بالثلاث ولا ثلاث، فيحمل على الثلاث وعلى البينونة الكبرى، ولا يجوز له أن يردها إلا بعد زوج غيره، سواء كان قال ذلك للمرأة التي دخل بها أو قال ذلك للمرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها. لو عقد الرجل على المرأة وقبل الدخول قال لها أنت طالق من ثلاث، فهل تلزمه طلقة واحدة فقط لأن تحصل بها البينونة المرأة قبل الدخول؟ كل طلاق يقع عليها فهو طلاق باين، فتحصل له البينونة ويكتفى بواحدة، هكذا قال في الأول. ثم قال هذا ضعيف، والصواب والصحيح أنه إذا قال لها طالق من ثلاث حتى وهي غير مدخول بها يلزمه الثلاث. نعم. قال وشبه في لزوم الواحدة قوله كخيره أو أحسنه أو أجمله إلا أن ينوي أكثر. شبه في لزوم الواحدة قالوا أني تلزمه واحدة في دخل بها، دخل بها في أي لفظ هذا وقال تلزمه واحدة؟ المهم قال تلزمه واحدة. هو آخر حاجة قال طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها. لا، في قبلها في حاجة ذكر تلزمه واحدة. المهم شبه بأنه تلزم طلقة واحدة لو قال لها المتن، ولو ترجع المتن قليلا يمكن ذكر الواحدة. نعم. رجع المتن قليلا. لأن الواحدة ورد في كلام المتن، هذا معنى قوله شبه بقوله واحد. هو قال آخر حاجة قرأ بدأ في التعجيل الطلاق، وبعد قال ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه، وطالق ثلاثا للسنة إن دخل وإلا فواحدة كخير. وإلا فواحدة، أيوة هذه وإلا فواحدة. القول الضعيف أن إذا قال أنت طالق ثلاث قبل الدخول تلزمه واحدة. قوله فواحدة هذا هو ضعيف، لكن شبه به تلزمه طلقة واحدة فيما لو قال إيه؟ قال كخيره أو أحسنه أو أجمله إلا أن ينوي واحدة، إلا أن ينوي أكثر. كخير الطلاق، لو قال الرجل شبه بقوله فواحدة، يعني إذا قال أنت طالق بالثلاث قبل الدخول مصنف قال تلزمه واحدة، ومثله أيضا لو قال الرجل المرأة أنت طالق خير الطلاق وأجمله وأحسنه، فيحمل أيضا على الطلقة الواحدة، وهو مقابل لقوله أنت طالق شر الطلاق. لو قال أنت طالق شر الطلاق تلزمه الثلاث، ولو قال أنت طالق خير الطلاق وأجمله خير الطلاق وأجمله وأحسنه تلزمه طلقة واحدة. قال أو واحدة عظيمة أو قبيحة أو خبيثة أو سامجة. وكذلك تلزمه طلقة واحدة لو قال الرجل المرأة أنت طالق طلقة واحدة سامجة قبيحة عظيمة، وذكر فيها من الأوصاف القبيحة ما ذكر، فكله لا يضره ما دام قال واحدة، لأن العدد نص في معناه، فما يأتي بعده لا يلغيه، يبقى هو التمسك هو بما دل عليه العدد، زي من قال أنت طالق ثلاثا للسنة،
تزمه الثلاث ولا ينظر لقوله للسنة. كذلك لو قال لها أنت طالق طلقة واحدة قبيحة ولا أعظم الطلاق، مدام ذكر واحدة لا تلزمه إلا طلقة واحدة. نعم. قال: أو كالقصر أو كالجبل أو الجمل نظرا لقوله واحدة. أنت طالق طلقة واحدة كالقصر كالجبل كالسماء والأرض، أي وصف للتضخيم والتهويل لا يضر ما دام هو ذكر واحدة، فيؤخذ بالعدد اللي ذكره. قال: ولو قال ثلاثا للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما، أي في المدخول بها وغيرها. أيوة، قال أنت طالق ثلاثا للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة، أيضا يعني المعول عليه هو العدد الذي ذكره، لأن العدد نص في مدلوله، فيلزمه الثلاث سواء كانت المرأة مدخولا بها أو غير مدخول بها. لو قال المرأة غير مدخول بها أنت طالق ثلاثا للسنة أو للبدعة أو للبدعة أو للسنة، تلزمه الثلاث، وكذلك إذا كان مدخولا بها من باب أولى. هذا شيخ يطلق وهو مركز يعني في اللفظ، مركز يعني شنو مركز؟ يعني ضبطها يعني ثلاثة البدعة وبعضهن للبدعة وبعضهن للسنة. يعني قد يكون مركز فقيه وقد يكون يسمع كلام يعود فيه وخلاص، يعني مهم بيأخذ بلفظه. والمعول عليه هو أن العدد اللي يذكره هو يؤاخذ به. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال الشارح رحمه الله: فصل. وركنه أي الطلاق من حيث هو، وهو مفرد مضاف فيعم، فصح الإخبار عنه بالمتعدد، فكأنه قال: وأركانه أربعة. القائل عند الأصوليين أن المفرد المضاف من ألفاظ العموم، العموم له صيغ كثيرة في الأصول، منها يعني المفرد المضاف والجمع المضاف، الجمع المضاف أقوى في العموم من المفرد المضاف، لكن المفرد المضاف أيضا يفيد العموم. وقال: وركنه أربعة، نظر لأن يفيد العموم أخبر عليه بالعدد، ما قالش وركنه يعني الصيغة مثلا فأخبر عن المفرد بالمفرد، لا، أخبر بالجمع لأن المبتدأ معناه جمع متعدد، يعني وأركانه، كأن في قوة وركنه في قوة قوله وأركانه، فأخبر عنها بأنها أربعة. نعم. قال: أهل، والمراد به موقعه من زوج أو نائبه أو وليه، ولا يرد الفضولي لأن الموقع في الحقيقة هو الزوج، بدليل أن العدة من يوم الإجازة لا من يوم الإيقاع. أيوة، وركنه أهل، يعني وركنه أربعة، وبدأ بالركن الأول وهو الأهل، يعني من هو الذي يتولى ومن هو الذي يوقع الطلاق ومؤهل له أهله، من هو؟ قال: زوج، ويشمل ولي الزوج إذا كان الزوج سفيه ولا محجور عليه ولا صغير ولا عبد، وكذلك وكيله إذا كان هو وكل شخص هو مؤهل لإيقاع الطلاق ولكن وكل شخص آخر، أيا كان هذا الشخص اللي وكله حتى ولو كان ممن لا يصح منه إيقاع الطلاق، العبرة بالموكل وليس بالوكيل. فلو وكل الزوج البالغ العاقل وكل صبيا مميزا، وكل امرأة، وكل
يعني فيها أنه وكل كله يقع منه الطلاق، يعني العبرة بالموكل. فالأهل هو الزوج أو من ينوب منابه من وكيل أو من يعني ولي عليه يوقع الطلاق نيابة عنه. قال ولا يرد الفضول، هل الفضول يعني يقع طلاقه ولا يقع طلاقه؟ قال هذا غير وارد ولا يقع طلاقه، لأن الفضول في الحقيقة ليس هو الذي يوقع الطلاق، الذي يوقع الطلاق هو الزوج. الفضول هو الشخص الذي يتدخل في شأن غيره من غير إذنه، يعني يتدخل في ما لا يعنيه، يجي لشخص يبيع له سيارته من غير أن يستأذنه، يجي لشخص يطلق له زوجته. اتفقوا على أن الفضول في باب الطلاق حرام، ما يجوز لشخص يجي لشخص ويطلق لزوجته من غير إذنه، لأن هذا حرام من باب أول من باب التدخل في ما لا يعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأيضا من باب الإفساد والتخبيب يخبب المرأة على زوجها، يفسدها على زوجها من التفريق بين المرء وزوجه. وقد في الحديث أنه ملعون من يخبب المرأة على الرجل على امرأته فهو ملعون يفسدها عليه. فطلاق الفضول من هذا القبيل، وذلك اتفقوا على أنه ممنوع لا يجوز، وإن اختلفوا في بيع الفضول في البيع والشراء، لو فضول اشترى لشخص من غير إذنه أو باع لشخص من غير إذنه اختلفوا فيه، والصحيح أنه يعني يتبع الحالة التي من أجلها هذا الفضول عمل ما عمل. إن كان مجرد إحسان ولا غرض له في ذلك، ووجد الشخص الذي يبيع ويشتري وغير قادر على البيع والشراء وأراد أن يعينه من باب العون والإحسان فقط، هذا قد يكون حتى مستحبا أحيانا، لأنه من إعانة المسلم على قضاء حوائجه. وإذا كان عنده غرض آخر خداع ولا غير ذلك ولا ميول للشخص اللي بيبيع المقابل ليه، فيكون فيه ظلم، الطرف الذي بيع له واشتري له فيكون منهي عنه. المهم العمل الفضولي فيما يتعلق بالبيع والشراء مختلف فيه بين الإذن وعدم الإذن، لكن عمل الفضولي في الطلاق أنه يطلق امرأة على زوجها من غير إذن زوجها هذا متفق عليه أنه حرام لا يجوز، لأنه من التخبيب ومن إفساد المرأة على زوجها ومن تدخل الشخص في أمر لا يعنيه. فلو تدخل الشخص ووقع الأمر وطلق امرأة على زوجها فهل يحصل الطلاق؟ قال لا، لا يحصل الطلاق، لذلك ولم يدخل المصنف. المصنف قال زوج ولا ولي ولا وكيل، ما قالش فضولي، قال الفضولي لا يقع منه الطلاق حتى لو أوقعه فإنه موقوف على إجازة الزوج، بدليل أنه يعني إذا أجازه لا يعني تبدأ المرأة في العدة إلا من يوم الإجازة، لا من يوم الطلاق. فالعبرة إذن هي بتطليق الزوج وليس بتطليق الفضولي، الفضولي لا يرد ولا يسمى مطلقا. نعم. قال وركنه أهل وقصد، أي قصد النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة، ولو لم يقصد حل العصمة وقصد حلها في الكناية الخفية، واحترز به عن سبق وقصد حلها 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 وقصد حلها في الكناية الخفية. قال واحترز به عن حل العصمة. نعم. قال احترز به عن سبق اللسان في الأولين وعدم قصد حلها في الثالث.
أيوة، يعني الركن الثاني من أركان الطلاق، الركن الأول اللي هو الأهل، الزوجة اللي يوقع الطلاق أو نائبه، والركن الثاني قصد النطق باللفظ الذي يحصل به حل العصمة، قصد النطق باللفظ في اللفظ الصريح للطلاق وفي الكناية الظاهرة. يعني ألفاظ الطلاق منها ألفاظ صريحة اللي فيها اللي هي فيها نطق بمادة طلق طاء ولام قاف، أي كلمة تدل على الطلاق في هذه الحروف طاء ولام قاف هي تعد من الصريح. فإذا كان نطق الزوج باللفظ الصريح للطلاق فإن الطلاق يقع بذلك حتى ولو لم ينوي به الطلاق. الذي يشترط في هذه الحالة فقط هو أن يقصد النطق باللفظ، لفظ الطلاق هذه هو قصد أن ينطق بهذه الحروف الثلاثة، سواء قصد حل العصمة ولم يقصدها هذا لا يضر، لا نبحث عنه، نقول أنت هل قصدت أن تنطق بهذه اللفظة طلاق ولا لم تقصد؟ فإن قال قصدت أن أنطق بهذه اللفظة ولكن لم أقصد أن تطلق زوجتي، نقول ما دام أسندت هذه اللفظة إلى زوجتك فزوجتك طالق، لأنه لا يشترط في اللفظ الصريح النية، لا يشترط فيها أن تنوي حل العصمة. خلاص ما دام قلت لها أنت طالق باللفظ الصريح وقصدت النطق باللفظ فأنا ما رأى طارق. ويحترز بهذا من قصد النطق أن يجري الكلام على لسانه من غير إرادته، سبق لسان سهو أراد أن يتكلم بكلمة فزل لسانه والتفت وانحرف وقال المرأة طالق، بل ما يقولها طاهر ولا يقولها أي كلمة أخرى قالها طالق، زل لسانه سبق لسان كما يقولون. في هذه الحالة لا يقع عليه الطلاق لأنه غير مكلف بما لم يعني يريده، لم يريد الطلاق، لم يريد النطق به وأراد بكلمة أخرى، زي لو كان هو لا يعرف العربية عجمي ولقن كلمة طلاق باللغة العربية ولا يعرف معناها فنطقها وتهجاها وتكلم بها لمرأتي، فهذا لا يقع عليه الطلاق لأنه لم يقصد النطق باللفظ. والغرض هو أن يقصد النطق باللفظ في اللفظ الصريح، وكذلك في الكناية الظاهرة، الكناية الظاهرة تدل على الطلاق، ما فيش لفظ طاء ولا مقاف ولكن فيه ما يدل ظاهر ويتبادر منه أنه يقصد الطلاق، مثل الفراق ولا صراح المرأة ولا كذا. فهذا أيضا ما دام قصد النطق باللفظ يلزم منه الطلاق ولا يشترط وجود النية، نية حل العصمة. علي اليمين شيخ كناية ظاهرة ولا خفية ولا أصبحت لفظ صريح؟ علي اليمين عليه اليمين في بلادنا هي من الكناية الظاهرة وليست من الكناية الخفية، لأن بدليل أن كل الناس حتى العوام حتى اللي هو ما عندهاش معرفة إذا حلف للمرأة وقال لها علي اليمين تفعل كذا وهي أحنتته على طول يبي يبحث عن فتوى طلاق، لا يبحث عن فتوى كفارة يمين. فهي اشتهرت الآن في بلادنا بأنها في العرف دل على ذلك، إلا إذا كان هو نوابها كان هو يعلم يعرف الحكم وقال عليه اليمين ويقصد اليمين بالله، إذا كان ذلك يحمل على أنه يمين بالله ويكفر عنها بكفارة يمين. لكن إذا أطلقها هكذا ولم ينوي شيء أو نوى الطلاق، حالتين، إما لم ينوي شيئا أو نوى الطلاق، فإنها تنصرف للطلاق ما دام نوى النطق باللفظ لأنها من الكناية الظاهرة. لكن لو نوى عليه اليمين نوى بها اليمين بالله فلا تلزمه إلا كفارة يمين عند الحنث. قال وقصد حلها في الكناية الخفية
واحترز به عن سبق اللسان في الأولين وعدم قصد حلها في الثالث. في الثالث هو الكناية الخفية. الخفية الكناية الخفية معناها هي أما الضر ما لا تدل ظاهرا بين عرف الناس لا يعرفها الناس. هذه الكلمة لما تعرف عليها الناس أنها في الطلاق. لو واحد تكلم مرة قالها ناولين الكتاب ونوى بقوله ناولين الكتاب وطلاقها. فإذا نوى بها طلاقها بأي لفظ آخر هذا يسمى كناية خفية. هذا لابد فيه من النية، لابد أن يكون هو نوى بذلك الطلاق، لأن يعني اللفظ لا يدل لا صراحة ولا ظاهرا، فيحتاج إلى نية. النية يعني لها دخل في وقوع الطلاق في الكناية الخفية فقط، يعني إذا كان مصحوبة النية، إذا كانت مصحوبة بشيء آخر من قول أو فعل يقع بها الطلاق. أما إذا كانت غير مصحوبة بشيء مجرد النية، الإنسان ينوي بقلبه أن يطلق ولا يخطر على قلبه الطلاق هكذا من غير أن يفعل شيء ولا يعمل شيء ولا يتكلم بشيء، فلا يقع الطلاق بالنية. النية يقع بها الطلاق إذا كانت مصحوبة بقول أو فعل، وهي تعد في هذه الحالة في تفيد ويقع بها الطلاق في الكناية الخفية. الكناية الظاهرة شيخ ما لا يسأل عن قصده يعني. الكناية الظاهرة مدام قصد النطق باللفظ يقع عليه الطلاق، لا يحتاج إلى النية مثل الصريح. قال زي ما قلنا لقاء عليه اليمين ولا نية له أصلا، لا نية يمين بالله ولا نية طلاق، فيقع عليه الطلاق لأن لا تحتاج إلى نية. الكناية الظاهرة لا تحتاج إلى نية. بهيك شيخ معناه مفروض حتى لو قال لم ينوي الطلاق لا يصدق معناه. هي إذا كان قال لم أنوي الطلاق في الفتوى يصدق، إذا كان قال نويت اليمين بالله. لو كان قال نويت اليمين بالله يصدق في الفتوى، لأن هذه متعلقة بقلبي. فإذا كان جه السؤال قال يعني قلت عليه اليمين وقصدت اليمين بالله وأحنت شنو يلزمني، فالفتوى تكون أنه يجب عليه كفارة يمين لأنه عنده نية. لكن لو قال أني ما نويت شيء، لما نوي شيء قلت عليه اليمين وخلاص، لا لقص لا اخطر ببالي اليمين بالله ولا الزوجة، يقال له تنصرف إلى ما يدل عليه العرف وهو الطلاق، لأن الكناية الظاهرة لا تحتاج إلى نية تعينها. نعم. قال وركنه أهل وقصد ومحل، أي عصمة مملوكة تحقيقا أو تقديرا، كما يأتي في قوله ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا. الركن الثالث المحل، يعني المحل هو العصمة، يعني هذه اللي يقع عليها الطلاق. والعصمة لا يشترط أن تكون يعني واقعة، بل حتى ولو تقديرا، بحيث يدخل فيها طلاق المعلق. لو قال الرجل للمرأة أنت طالق إذا تزوجتك، فإنه تطلق عليه، أن يبقى الطلاق معلق إلى أن يعقد النكاح عليها. فإذا عقد النكاح عليها وقع الطلاق المعلق فتطلق عليه. فتحقيقا أو تقديرا، عصمة سواء كانت محققة وواقعة بالفعل وكانت مقدرة بأن يكون طلاق معلق عليها حين وقوعها، فإنه يقع عليها إذا وقع. نعم. بارك الله فيك شيخ، انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا.